الهندوة دازت في أجواء يعم فيها الانسجام، السرور، التبادل، وهي من الأجواء اللي تتخرج الطلبة من المقرر ديالهم إلى التفتح على المحيط، على العالم، على اكتشاف الأدب، اكتشاف الفنون إلى آخره. وأشجع المؤسسة لتستمر في هذا النوع من اللقاءات. واللقاء أظن أنه ناجح 100%، بحيث أن الأسئلة اللي طرحوا الطلبة أسئلة مهمة، وتوري لنا كيفاش أنهم عندهم اهتمام، عندهم قراو فيهم اللي قراو ديجا الكتابات ديالي. و سو سون دي كيستيون انتيليجونت، أسئلة ذكية. أنا اختاريت اللغة الفرنسية حيت هي كما تنقولوا سي مون نوتي دو ترافاي، يعني ما كانش ممكن نكتب في شي لغة أخرى، لأن الدراسة ديالي درتها بطبيعة الحال في المدرسة العمومية وفيها العربية والفرنسية، ولكن في واحد اللحظة تخصصت في الأدب الفرنسي، واكتشفت بأنه يغذيني وتعطيني فرص للنظر إلى العالم بنظرة مغايرة. والكتابة باللغة الفرنسية حتى هي فتحت لي واحد المجال اللي لقيت فيها نفسي، وليت اون كلك سورت هذا هو الأداة ديالي ديال التعبير. يعني ما يمكنش نعبر في لغة أخرى. فرصة أكبر للتعبير، وفي نفس الوقت احنا مزيان عندنا كتاب باللغة العربية، عندنا كتاب باللغة الفرنسية، ومزيان هذا التنوع في اللغات، وعندنا دابا كتاب في اللغة الأمازيغية حتى هي. دونك مزيان هاد لا ريشيس تكون عندنا، ويكون عندنا التعدد سواء في اللغة بحال في المطبخ بحال فاسيتو، ما يمكنش دائما ناكلوا نفس الطبق، يكون هذا التنوع مزيان للمجتمع ديالنا. هذا الكتاب ليغيزيستيبل ابيل دو موزار، النداء الذي لا يقاوم لموزار، نقدروا نترجموا العنوان بهذه الطريقة، هو من خلال هذا الكتاب كاين خطاب موجه إلى القراء، هو تنمية المواهب ديالهم، وكذلك بلي إني جامي ترو تا، يعني كاين دائما الوقت باش ندير الموهبة ديالي، ولا الرغبة ديالي، لا عندي شي رغبة خصني نمشي ندير المجهود ديالي باش نحققها في أي سن، من سواء كنت صغير، سواء كنت وصلت التقاعد، ولا هي توجور الفرصة ممكن ننمي بها الموهبة ديالي. رسالة للقراء، نقول لهم يقراو جوستومون، باسكو القراءة حتى هي دابا راه تنمشيو بزاف مع لي فيديو، تنمشيو مع مواقع التواصل الاجتماعي إلى آخره، وتنساو الكتاب. ألوغ كو الكتاب ممكن عنده خصوصية، اللي هي مثلا بلي أنا تنتحكم كيفاش تندوز ورقه بورقه، وكيفاش داك الشيء لي زيدي الافكار اللي كاينين في الكتاب تنتعمق فيها، ونقدر نعاود نقرا ان باراغراف ونتعامل مع الكتاب ونتفاعل معاه. الوغ كو الصوره ولا لا فيديو تدوز وتنولي فقط مستهلك. القارئ خص ما يبقاش فقط مستهلك، وانما ايضا منتج. شكرا. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.